تحية من جديد وجديد، أترحب بكل السادة المشاهدين الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء أينما كنتم في كل مكان، مباشرة من المركب الشرفي لمدينة بني ملال، بداية دخول الجماهير الملالية لمدرجات المركب الشرفي وسط مراقبة أمنية مشددة وصارمة لمتابعة ديربي الجهة اللي غادي يجمع بين رجاء بني ملال وأولمبيك خريبكة برسم الدورة الثالثة من البطولة الاحترافية في قسمها الثاني. ظن وسط مراقبة أمنية مشددة بطبيعة الحال. مشاهدينا الكرام، يعني بداية ولوج الجماهير الملالية. هاني خبر، هاني خبر، زيد الشرف، زيد الكلو. ما كنشوفوا يعني وسط مراقبة أمنية مشددة، استنفار أمني كبير داخل وخارج أرضية المركب الشرفي لمدينة بني ملال. متابعينا مشاهدينا الكرام، بداية ولوج الجماهير الملالية للمدرجات. كما كتشوفوا متابعينا، يعني وسط ترتيبات أمنية ومراقبة أمنية صارمة جدا هنا، كاين تفتيش كذلك. دناتي الأجواء العامة التي ترافق بداية دخول الجماهير الملالية من البوابة الرئيسية رقم واحد، يعني بوابة الجماهير المحلية، مراقبة صارمة لرجال الأمن الوطني طبيعة الحال، يعني يمنع دخول طبيعة الحال القاصرين بدون مرافق ومراقبة أمنية طبيعة الحال. كما كتشوفوا على البث المباشر
متابعينا مشاهدينا الكرام الى بث مباشر اخر دائما من المركب الشرفي لمدينه بني ملال، الى اللقاء.